بسم الله الرحمن الرحيم احبائي الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم اخبار بلدنا. آه النهارده يا جماعه احنا ما نقدرش نطلع معاكم آه الا زي ما عودناكم كده في الحلقه اللي فاتت وقلنا احنا الحلقه اللي موجوده معانا النهارده هنستعرض فيها آه الازمه الحاليه في مصر وفي دول العالم كلها هي ازمه فيروس آه كورونا اللعين. أنا حابب النهاردة أتكلم في أكتر من محور وفي أكتر من اتجاه بالنسبة للمشكلة دي وبالنسبة للأزمة الموجودة خلونا نتناول القضية أو الأزمة اللي موجودة من ثلاث محاور النهاردة إن شاء الله أول حاجة معايا النهاردة يعني أنا حابب أتكلم برضو عن دور الحكومة والقيادات في ظل الأزمة ومعايا النهارده برضو هيكون في استضافتي احد الجنود البيضاء الممثله معايا في الدكتور عمرو والاستاذ احمد والمجتمع المدني الممثل في الشباب دكتور عمرو منورني النهارده في الاستوديو اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك يا دكتور احمد اهلا بحضرتك الله يخليك يا استاذ احمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور عمرو في البدايه حابب اعرف من حضرتك يعني ايه هو فيروس كورونا وايه السر يا دكتور في يعني في سرعه وقوه انتشار الفيروس كده بالطريقه دي هو في البدايه فيروس كورونا او مجموعه فيروسات كورونا عموما دي مجموعه من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي الانسان هم حوالي سبع فيروسات كان اخرها الكوفيد 19 اللي هو كورونا 2019 اللي ظهر في مدينه ووهان في الصين في اخر 2019 الفيروسات عموما او الـ الـ البكتيريا او الفيروسات بتنتقل لكن الفيروس ده النقطه او سر قوه انتشاره ان هو بيقدر يعيش يكون بره جسم الكائن الحي لفتره طويله قد تصل لتسع ايام فبالتالي في فتره كبيره جدا بيقضيها بره جسم الانسان او الحيوان اللي هو العائل الوسيط بتسمح ليه أنه هو يكون عايش ويتنقل من انسان لانسان النقطة الثانية ان هو في فترة الحضانة للفيروس اللي هي الفترة ما بين بداية حدوث العدوى لظهور الاعراض دي حوالي 14 يوم ممكن تمتد ل يوم الفتره دي بيكون المريض نفسه او حامل المرض نفسه مفيش اي اعراض بتظهر عليه ممكن تظهر في بدايه اليوم الخامس او حتى اليوم العاشر انما هو بيعيش وسطنا وهو بالفعل حامل للفيروس هو حامل للفيروس ولم أوه. تظهر عليه اي علامات للمرض كمين. مش اي اعراض ظهرت عليه كمين. فبالتالي احنا بنتعامل معاه بدون اي احتياطات وبيكون واحد مننا عايش معانا عادي جدا فده بيسمح لي ان هو الفيروس ينتقل بكل سهوله بين المجتمع عموما او بين كل الافراد طيب دكتور يعني برضو حابب برضو اعرف من حضرتك الاعراض اللي بتظهر على الشخص الحامل للفيروس يعني الاعراض عموما الفيروسات عموما او فيروس كورونا بتكون اعراض بتتراوح ان هي ممكن تكون دور برد بسيط جدا ممكن يمر على اي انسان بدون ما يشعر بيه ممكن تبقى اعراض شديده شويه لحد ممكن توصل لاعراض التهاب رئوي اعراض فشل في وظايف الجهاز التنفسي اعراض كتير جدا بتبدا ان طبعا ارتفاع درجه الحراره 88 حوالي 88% من المرضى بيكون في ارتفاع درجه الحراره عشان كده ده ده الفحص المبدئي او ده اللي بيكون ده ده, ده الاساس في الفحص ده الاساس طيب. اللي هو ارتفاع درجه الحراره طيب. انما برده هي النقطه ان احنا عندنا فتره كبيره إيه اللي هي فتره الحضانه دي ممكن يكون الشخص مريض ولم تظهر عليه اي اعراض دي دي النقطه المهمه إيه الارتشاح إيه رشح إيه الم في الحلق صعوبه في التنفس كحه إيه تكسير همدان في الجسم احيانا ممكن تبقى اعراض الجهاز الهضمي زي الميل للقيء او الترجيع الم في البطن الاسهال كل الحاجات دي ممكن تبقى بدايه ظهور الاعراض وزي ما قلنا في الـ الـ ممكن توصل لفشل في وظائف الجهاز التنفسي فشل في عضله القلب فشل وظائف الكلى كل الحاجات دي كلها مضاعفات ممكن تحصل لو ان المريض نفسه ما تمش ان احنا شخصنا ليه المرض او اكتشفناه بدري تمام دكتور هرجع لحضرتك تاني بس طيب. هاخد معايا الاستاذ احمد استاذ احمد منورني النهارده بورك استاذ احمد يعني برضو آه حابب اعرف من حضرتك يعني بعيد عن ازمه الكورونا الصعوبات اللي بتقابل مهنه التمريض عامه وال يعني احنا حابين برضو نتكلم في حته الظلم اللي واقع ال اكيد طبعا او او منظمه الصحه عموما كلها يعني اكيد طبعا يا استاذ آه انت اخترت سؤال مهم جدا وسؤال آه احنا للاسف بنفتقده في الماضي وفي الحاضر ما زال يعني أوه. احنا في الماضي زمان مثلا لما كنا في التعليم والكلام ده كنا اخرنا مثلا التعليم معهد دلوقتي لا دلوقتي الحمد لله بقى في ماجستير وبقى في دكتوراه فقابلين نكون معهد تحضر دراسات عليا والكلام ده كله بحيث انك تعرف تتعامل مع المريض اكتر وبحيث انك انت توصل المعلومه للمريض اكتر وهو واثق فيك هو واثق فيك بحيث انك انت عارف ان هو المريض بيستقبل منك المعلومه بيسمع كلامه بيتقبلها بصدر رحمه وكذلك اهل المريض برضه. تمام اكيد طبعا في اختلافات من السنين اللي فاتت او الماضي وحاليا في الحاضر الحمد لله رب العالمين الدنيا كويسه احسن يعني الوعي زاد عند الناس الوعي زاد طبعا الوعي زاد طبعا من حيث من حيث التفكير ومن حيث الوعي دلوقتي المريض مثلا لازم توعيه لازم تعرفه لان احنا دلوقتي في فتره صعبه جدا وفتره انقلاب غريب جدا في في الشارع المصري والكلام ده دلوقتي الناس كلها بقى عندها حرص تمام أكيد بعض أكيد الناس مش كل الناس اكيد دلوقتي بعض الناس دلوقتي عندها حرص كتير جدا وعندها وعي دلوقتي ان تمشي في الشارع دلوقتي تلاقي ناس قلقانه والناس خايفه دلوقتي حظر التجوال يعني مثلا اكيد طبعا ما بتلاقيش الناس زي الاول في الشوارع وما بتلاقيش الناس دلوقتي كله كله دلوقتي يعتبر بقى يعني متكدس في بيته هو الفيروس ده يا استاذ احمد هو وحد العالم كله مبدئيا يعني اكيد اكيد يعني طبعا اكيد بس بس اكيد ده الصح واكيد نسبه الكورونا المنتشره حاليا في مصر وسببها انه تكدس الناس في المستشفيات في, في الاماكن العامه في في الشوارع فاكيد طبعا الحمد لله رب العالمين دلوقتي تمريض اكيد طبعا هو الجندي المجهول طبعا في الـ في الـ في الوقت ده الحاضر ده فالحمد لله رب العالمين على قد ما نقدر بن... بنوعي الناس وعلى قد ما نقدر بنقف جنب المريض والاخر لحظه معاه والحمد لله رب العالمين مهنة التمريض مهنه لا تقل كل... لا تقل اهميه عن مهنه عن اي مهنه أكيد اخرى طبعًا، أكيد، أكيد لان أكيد احنا طبعًا. اكيد بنقابل الصعوبات كلها واكيد بنقابل بنقابل المرض نفسه يعني احنا بقابل المرض نفسه بس بقدر ربنا وبقدر المستطاع بنقدر على قد ما نقدر بنطلع المريض باذن الله وبام ربنا انه كويس ويشفي باذن الله بس الحمد لله رب العالمين ربنا ييسر الامور الجايه ون وننسى معاهم بالاطباء شاء الله, الله وهي الله. ازمه وهتعدي ان شاء الله اكيد ان شاء الله بإذن طيب الله. دكتور ارجع لحضرتك تاني يا دكتور عمرو انا برضو حابب اعرف من حضرتك يعني الفئات الاكثر عرضه في للمضاعفات وليه بالذات يعني الاطفال ما بنلاقيش فيهم برضو انتشار للفيروس بطريقه كبيره طيب احنا ممكن ناخد النقطه الاول بتاعه الاطفال فده. هو حتى الان حتى هذه اللحظه ما فيش اي معلومه مؤكده عن ان ليه الفيروس بينتقل في فئات اكتر او مش بينتقل في فئات ثانيه بالنسبه للاطفال النظريات ان التطعيمات اللي الاطفال بيحصلوا عليها في فتره الطفوله دي ليها دور كبير لكنها ما زالت تحت الدراسه حتى الان بعض النظريات الثانيه ان المستقبلات نفسها اللي الفيروس نفسه بيستخدمها او عن طريقها بيدخل الخلايا وبيدمر الخلايا دي ما زالت لسه مش مش مكتمله مش بصوره قويه في الاطفال زي الكبار فبالتالي مش بيتمكن الفيروس منهم بكل سهوله النقطه الثالثه ان جهاز المناعه في الاطفال ما زال غير قوي فرد الفعل الجهاز المناعي او رد الفعل المناعي اللي هو بيكون ليه تاثير قوي في المضاعفات مش بيكون على المستوى اللي هو ممكن يؤدي الى ظهور اعراض شديده او مضاعفات في الاطفال فممكن الاطفال يكون بيحصل عدوى لكن ما بيحصلش عليهم اي اعراض او مضاعفات خالص ونتعامل معاها كانها دور برد عادي جدا تمام طيب الفئات بقى دكتور الفئات طبعا الاكثر عرضه طبعا كبار السن عموما فوق 60 او 65 سنه بطبيعه الحال اصحاب الامراض المزمنه زي امراض القلب امراض ارتفاع ضغط الدم السكر امراض الجهاز التنفسي حساسيه الصدر كسور وظائف الكلى امراض ضعف المناعه او المرضى اللي بيتناولوا ادويه بتضعف جهاز المناعه عندهم كل الفئات دي هي الفئات العرضه للمضاعفات الكبيره اللي ممكن تحصل ليهم لو حصلت العدوى وهي دي الفئات اللي احنا بنشوفها في الرعايه المركزه وداخل المستشفيات ودول للاسف بيمثلوا النسبه الاكبر من الوفيات تمام طيب دكتور عمرو يعني برضو عشان المتلقي او المشاهد العادي اللي قاعد معانا بيتابعنا دلوقتي يعني اعمل ايه لو حسيت بالاعراض اللي حضرتك قلتها في السؤال طيب هو مبدئيا احنا حوالي 85% 80 ل 85% من المرضى ممكن يجيلهم العدوى في صوره دور برد باعراض بسيطه او اعراض متوسطه الشده حوالي 10% بيحتاجوا لدخول المستشفى يعني حوالي 10% من المرضى من نسبه المرضى دول بيكون الاعراض شديده فبالتالي بيحتاجوا رعايه طبيه تحت اشراف طبي طبعا للاسف النسبه ال5% اللي احنا اتكلمنا عليهم اصحاب الامراض المزمنه دول 5% بيحتاجوا تبقى حالتهم خطره شويه وبيحتاجوا ان هم يتحطوا على جهاز تنفس صناعي. طيب لحد فين يا دكتور انا اقدر اقول لا انا دخلت في مرحله خطر ده مش برد؟ بالظبط احنا مبدئيا الفئات اللي احنا مطمنين عليها الى حد ما السن الصغير لو انا فوق. حسيت لا الفئات اللي هو الشباب الشباب اه مفيش امراض مزمنه مفيش اي مشاكل لو حسيت باي اعراض برد بسيطه او متوسطه يعني احنا كلنا جالنا دور برد وعارفين يعني ايه دور برد شديد او دور برد ضعيف او تمام. الكلام ده كله انا حسيت باعراض زي كده بعزل نفسي في البيت 14 يوم بكل بساطه باخد خوافض حراره وسوائل دافيه علاج تحفظي كله ان انا اخد بالي كويس ما اختلطش بره بالمجتمع كتير ان انا بحيث ان لو عندي عدوى فهي هتاخد مجراها و... وان شاء الله يبقى مفيش اي مشاكل وتروح على طول انما لو انا خرجت ب... بنشر العدوى ممكن أ... عن كبار سن او غيره فبالتالي دي دي الفئه اللي انا لحد الاعراض المتوسطه انا افضل بعزل نفسي في البيت انما انا لو حسيت ان انا بعد كده الاعراض شديده لا انا ارتفاع درجه حراره مستمر انا جسمي مكسر بزياده انا في كحه مستمره أنا الموضوع زاد معايا ابدا طبعا اتواصل مع مع الجهات المسؤوله او اروح لاقرب مستشفى ليا اكشف اعرض نفسي عليهم طبعا في رقم وزاره الصحه مخصصه ان لن احنا 105 نتصل عليه نبلغ عن ان انا تعبان انا مريض انا شاك ان انا عندي عندي وهم طب طبقا للارشادات اللي بيقولوها لي انا بتصرف تعالى لينا او خليك في البيت بنقدر نشوف ايه اللي هيتم اقعد في البيت او اروح اكشف بالتالي يتعمل لي الفحوصات اللازمه انا محتاج اعمل تحاليل محتاج عزل محتاج حجز زي ما يكون طبعا تحت اشراف طبي هو اللي بيوجهني طيب يعني يا جماعه يعني وزاره الصحه كده مخصصه رقم 105 لطوارئ اللي, اللي بيحس باي اعراض زي ما الدكتور عمرو قال كده او اي حاجه يعني شك في حاجه معينه ان هو عنده بعض الاعراض للفيروس بيتجه لاقرب مستشفى او بيتواصل مع رقم 105 طوارئ في وزاره الصحه طيب دكتور يعني برضو طب إحنا, احنا ازاي نحمي نفسنا من العدوى ومن الانتشار اللي موجود ده هو بدايه احنا احنا نفتقر للعادات الصحيه بصفه عامه بغض النظر عن ان في عدوى منتشره دلوقتي او لا طبعا احنا المفروض ان احنا نظافه الايدي نغسل ايدينا بالميه والصابون باستمرار الكلام ده كله انما احنا في, في الوضع الحالي او انتشار الوباء بالشكل ده اول حاجه طبعا ان احنا على قد ما نقدر نفضل في البيت يعني ما فيش خروج بدون اي داعي الا طبعا اللي مش قادر يستغنى عن هو يخرج يروح شغله يروح الطلبات مهمه ليها يخرج يجيبها واحنا خارجين إن يعني لازم ياخد باله على قد ما يقدر نتجنب الاماكن المزدحمه كلها اتعامل يعني بقدر المستطاع ان انا اخلص الحاجه اللي انا عايزها واخرج على طول هدخل البيت طبعا ان انا لازم اغسل ايدي بالميه والصابون باستمرار اغسل وشي ان احنا لما انا هاجي اعطس او في عطس او كحه طبعا يعني استخدم على المرفق أعلى الذراع استخدم منديل وارميه لكن مش ان احنا التعامل المباشر او ان احنا ما كان مفيش اي مشكله او ده دور عادي واحنا صغيرين وبتاع ده طبعا مش مظبوط تماما يعني لازم ناخد بالنا بقدر المستطاع يعني كل الحاجات دي كلها نقدر نتجنب ان احنا العدوى تنتشر او يحصل لنا اي مشاكل. تمام دكتور يعني استاذ احمد برضو يعني دور التمريض بقى في في الازمه اللي احنا فيها و والظروف المحيطه بالشغل بتاعكم اليومين دول في الازمه دي هو دور التمريض بالنسبه يا استاذ سيد دور التمريض في الايام يمكن اصعب فتره عدت علينا في في خلال مهنتي كلها يعني انا دي أكتر من تسع سنين في مهنه التمريض اصعب فتره نعدي أصعب عليها فترة. اصعب فتره يعني بالذات الصعب الفتره من ثلاث من اسابيع لحد النهارده احنا محطوطين في كميه ضغط رهيب من المستشفى احنا ممكن كنا ممكن نقعد مثلا بال12 وال24 ساعه ممكن قاعدين في المستشفى لا دلوقتي انت ممكن تقعد بال48 وال72 ساعه خارج البيت تبقى قاعد في الشغل كل شغلك كل اهتمام بالمريض طبعا بنستقبل حالات رهيبه الفتره اللي فاتت دي كلها طبعا الـ مثلا اللي حرارته عاليه اللي مش عارف بيكح اللي بيعطس اللي بالكلام ده كله ده احنا طبعا ده بنستقبله مش زي الاول دلوقتي احنا كان... الاول كان عندنا الاول اه الاول آه الأول... الاول دلوقتي كان بيجي مثلا حاله حالتين ثلاثه عن طريق الاستقبال دلوقتي لا حالات فظيعه وحالات كل واحد دلوقتي بيحس انه مثلا سخن ولا كده لا بيفكر اه ده ممكن يكون عندي مشكله لا ده انا امشي اجري على المستشفى على طول اشوف الدنيا فيها ايه طبعا المريض بيخش علينا بن بن بنقيس له الحيويه بنشوف اي اب نورمال في ال... في سينز في العلامات الحيويه عندنا مثلا بن بنعمل له مثلا كشف طبي تشيك اب على جسمه كله بنحس نشوف لو في اي اعراض التهاب رئوي او اي حاجه بنعمله طبعا اشعه الصدر بنشوف الدنيا فيها ايه هل يا ترى عنده التهاب رئوي حاد او مزمن وبنضطر ان احنا نتعامل معاه بعد كده المريض بعد كده ما بيطلع لنا مثلا خلاص انه معروف ان مثلا عنده التهاب رئوي حاد او التهاب أو رئوي مزمن بيطلع لنا في الرعايه بنتعامل معاه طبعا بالماسك بالجون بالجلافز بالاوفر هيد بالنضاره الوقائيه بنخش بنتعامل معاه عادي جدا وبس احنا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا ما المريض ان هو في حاجه كبيره على قد ما نقدر كفايه الاستريس وكفايه الضغط لبن. اللي هو فيه بنحاول على قد ما نقدر بنحاول على قد ما نقدر بنعرفه ان حاجه التوتر يعني. الله ينور عليك آه. حته التوتر دي مهمه جدا وبيخف من ضغط المريض يعني ربنا عارف استاذ احمد بل يعني, يعني أنتم عاملين مجهود مشكور على الارض ودي حاجه لنا. كلنا لمسناها وكلنا شايفينها ربنا, 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 ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب ان شاء الله دكتور عمرو طيب يعني في عجاله سريعه كده دكتور عمرو انا يعني هسيب حضرتك الكاميرا دقيقه كده توجه الرساله للمسؤولين اتجاه طاقم التمريض والاطباء في مصر من اجل تحسين مستوى الدخل. في البدايه الحقيقه عايز اوجه كلمه للجمهور نفسه او للمرضى نفسه اتفضل الكاميرا مع حضرتك. الوقايه عموما او ان انا امتى البس الجوانتي او الماسك او الكلام ده كله المفروض انا مش اي حد ان احنا بنستخدم ادوات الوقايه استخدام زايد عن الحد وبالتالي الفريق الطبي نفسه لما يجي محتاج الحاجه دي مش بيلاقيها بسهوله. انا امتى البس الماسك لما اكون انا انا مريض خايف اعدي اللي حواليا او انا شخص بتعامل مع مريض او انا رايح مكان مزدحم ممكن اقابل مرضى او رايح مستشفى او مكان بيقدم خدمه صحيه فبالتالي ان انا هلاقي فيه مرضى او عرضه ان انا يتنقل العدوى فبلاش الاستخدام الزايد عن الحد للحاجه دي في نفس الوقت الجوانتي ممكن يكون مصدر للعدوى واحساس بامان زائف اكتر منه ما هو مصدر حمايه فبالتالي انا التعقيم المستمر للايدين الغسيل بالايد بالميه والصابون ده اهم بكتير جدا من ان انا البس الجوانتي واحطه برضه على وشي او على ايدي او احطه في جيبي ما استفدتش حاجه ان انا اهدرت موارد على الفاضي طبعا بالنسبه لوزاره الصحه او القطاع الصحي عموما احنا الفتره اللي فاتت كلها كنا بنعاني وبنطالب دايما بحقوق كحقوق للمرضى للاطباء الاهتمام بالقطاع الصحي احنا الفتره دي الحاليه اهم طلباتنا الحاليه ان احنا عايزين الادوات الوقايه الشخصيه لينا احنا كفريق طبي الاطباء والتمريض محتاجين ان هي تبقى متوفره وبسهوله ان احنا نقدر نحصل عليها وتبقى متوفره جوه المستشفيات دي اول نقطه النقطه الثانيه طبعا احنا كاطباء او كتمريض احنا دلوقتي في الوقت ده بنقول يا ريتنا كان عندنا مستشفيات كتير يا ريتنا عندنا اسره رعايه مركزه كتير فبالتالي اه طبعا قيمه القطاع الصحي عموما الطبيب والمنظومه الصحية, الصحية, الصحية. الصحيه فاحنا نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله نتمنى يكون في يعني صرف أكتر او ميزانيه أكتر لقطاع الصحه مستشفيات أكتر اسره رعايه مركزه اجهزه تنفس صناعي كل الحاجات دي احنا في الظروف العاديه عندنا عجز فيها بنقابل المريض نقول له انت محتاج رعايه انت حالتك غير مستقره بس ما فيش سرير عندي ادخلك عليه فتبقى اصعب موقف ممكن الطبيب او الممرض يقابله مع المريض حياتي. عموما محتاجين الاهتمام بشباب الاطباء بصفه عامه البرامج التدريبية المساعده الحاجات دي كلها ان احنا نوفرها لشباب الاطباء عموما محتاجين طبعا الرواتب يعني دي اقل اخر حاجه ممكن نتكلم فيها في الوقت الحالي انما دي نقطه مهمه جدا بدل بدل يعني العدوى الحاجات دي كلها طبعا ارقام حاليا يعني فيها ظلم كبير جدا للفريق الطبي ك الطبيب الممرض المساعد كل من هو داخل المنشاه الصحيه محتاج اهتمام اكبر بكتير الحقيقه من الدوله في الفتره اللي احنا فيها ان شاء فيه. الله اللي جاي احسن يا دكتور و يعني اتشرفت بحضرتك دكتور عمرو النهارده بيكا اتشرفت بيك يا يعني دكتور استاذ احمد ونورتوني النهارده في, في الاستوديو وفاصل يا جماعه وراجعين لكم تاني